أعربت مصر عن بالغي الحزن وخالص التعازي لجمهورية السنغال الشقيقة إثر حادث الحريق المفجع الذي اندلع بالأمس في مستشفى ببلدة تيفواني غربي البلاد، وأسفر عن وفاة 11 طفلا رضيعا. وفي بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة، مؤكدة تضامنها الكامل معهم في هذا الظرف الأليم.